وبأول فقراتنا لليوم وبمساحتنا الطبية رح نروح لنحكي لي عن مرض الزهايمر اللي هو أحد أسباب أمراض الخرف اللي بتصيب الناس. هذا المرض للأسف بيأثر بشكل كتير سلبي على المريض بشكل مباشر وعلى المجتمع اللي حواليه. في ناس كتير بتزهق من هذا الشخص وبتروح بتمل. لنعرف أكثر عن هذا المرض أسبابه وهل هو ممكن أنه يخضع للعلاج النهائي. معلومات كتير مهمة حيخبرنا عنها لليوم ضيفنا الدكتور أنس دالي اختصاصي أمراض نفسية. دكتور صباح الخير. سعد صباحكم. أهلا وسهلا. صباح النور. صباح الخير دكتور. سعد صباحكم. يعني بالبداية بنسمع يي معك زهايمر، صارت هي مزحة، صارت ترند، هي يعني يحكوها العالم بين بعضهم، ولكن خلينا نشرح علميا شو هو الزهايمر وبأي عمر بنقول عنده زهايمر أو لا. تماما، هو دائما يشار لاضطراب الزهايمر بالعموم يعني أو بين الناس كثير على أنه أي خلل بالذاكرة أو أي خلل بالتركيز أو أي خلل بالانتباه فهذا الشخص مصاب باضطراب الزهايمر. بصراحة اضطراب الزهايمر يسمى اضطراب متعلق بالوظائف الاستعرافية، بنقصد الوظائف الاستعرافية بالذاكرة أكيد، ولكن هون مفهوم الذاكرة يعني أعمق وأوسع من موضوع التفاصيل اليومية أو الذكريات اللي أنا ممكن اكتسبها أو حتى استرجعها. الحقيقة أي شيء الإنسان بده يقوم فيه، مثلاً شيء حركي، شيء حسي، حتى اللغة، كل شيء تعلمه من الطفولة حتى مرحلة البلوغ وفيما بعد هو بالنهاية مرتبط بذاكرة الشخص. حتى الحركات البسيطة اللي بيقوم فيها هي مرتبطة بذاكرة حركية، الإحساسات اللي بيعرفها هي مرتبطة بذاكرة حسية، اللغة اللي تعلمها مرتبطة بذاكرة لغوية، البصر، الصور، الأشخاص كلها مرتبطة بذاكرة. فإذا هو الاضطراب يشمل كل هاي المناحي تمام، يبدا بالتفاصيل البسيطه وينتهي بتفكك الشخصيه. هو يعني ما فينا نقول انه هو مثلا من وقت الجنين بيكون ببطن امه، تغذيه خاطئه، لا 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 ابدا خاطئة. لا هي كل السلوك، كل التفسير الزهايمر هو سلوك، كل التفسير، كل التفسيرات اللي مرتبطه بداء الزهايمر هي تفسيرات مرتبطه بشيء نسيجي وتشريحي يطرا على الدماغ في خلال الحياه، يعني غير مرتبط ابدا بمرحله الولاده او محيطه. فاذا هو اضطراب بالذاكره، خلل بالذاكره، ولكن يبدا بتفاصيل بسيطه وينتهي بالتدهور الكامل للشخصية، كل التفاصيل المرتبطة بالشخصية، حتى ذكريات الشخص تجاه نفسه، تجاه المحيط، تعرفه على الأشخاص، المهام البسيطة اللي ممكن يقوم فيها كلها تتدهور في النهاية. طيب دكتور، اليوم عم نحكي نحن عن عمر معين لهذا المرض. اليوم نحن كتير مننا بينسى تفاصيل خلال يومه، يعني مثل ما قلت لي أنه منقول معك زهايمر، ولكن هذا الشيء تفاصيل بجوز كتير عفوية مننا. خلينا بداية نحكي عن العمر ونحكي عن الأعراض، ومثل ما ذكرت حضرتك هو منشأ عصبي، يعني اضطرابات نفسية عم تودي لهذا المرض. تماما، هو حوالي 5 لـ 20% بعد عمر 65 حيطوروا اضطراب الزهايمر. طبعا 80% من الحالات بعد 60 سنة أو 65 سنة. هناك ما يسمى الزهايمر المبكر بحالات كتير نادرة قد تكون بعد عمر 45 أو بعد عمر 50، لكن بعد عمر 65 80% من الحالات تكون. هلأ 5 لـ 20% من الحالات بين 65 و 75، النسبة الثانية هي بين 75 و 85، ويقال بعد 85 في دراسة بعد عمر 85 90% من الأشخاص سيطورون اضطراب الزهايمر. هلأ بالنسبة للأعراض، تماما بالنسبة للأعراض، هو اضطراب مترقي مثل ما ذكرنا، يبدأ بتفاصيل بسيطة ويترقى عبر مراحل. هاي المراحل قد تستغرق سنوات، أحياناً 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات. طبعاً بالبداية بالمرحلة الأولى أهم المميزات يمكن الكثير ممكن يلاحظها عند الكبار بالعمر، تبدأ بأعراض بسيطة، هي نسيان تفاصيل بسيطة، ولكن بعد يعني بعد دقائق أو مثلاً ثواني يعود استذكار هذا التفصيل، إذا بيبدأ خلل بسيط. النقطة الأخرى بسموه شيء الريبيتيفنس يعني أو التكرارية، كمان تلاحظ عند الكبار بالعمر تكرار الأحاديث خلال الجلسة نفسها، قد يكرر التفصيل أو يكرر الحديث نفسه. ايضا شيء بنسميه حاله تشتت الانتباه، الكبير بالعمر تماما انا بحاجه لفتره زمنيه اطول لحتى اجذب انتباهه او كرر السؤال اكثر من مره. واحدة من الأمور أيضا ملاحظة شيء بنقول تراجع المهام المعقدة، يعني شخص كان يعمل عمل معين، لنفترض كان محاسب، كان سائق، كان تبدأ المهام المعقدة تتراجع، غير قادر على المحافظة على التركيز بالمهام المعقدة مو المهام البسيطة، غير قادر على قيادة السيارة، غير قادر على إجراء عمليات حسابية معقدة، غير قادر على إنجاز أي مهمة كانت مثلا تتطلب نوع من التركيز، إصلاح آلة كهربائية معينة، تدقيق مثلا معاملات معينة أو أوراق معينة، كل شيء يحتاج تركيز طويل يبدأ بالتراجع. السمة المميزة أيضا لهي المرحلة بأنه تبدأ نوع من التغيرات السلوكية، يعني يبدأ الشخص هون أو المصاب بحالة عزلة، يبدأ بنوع من اضطراب بالمزاج، استثارية بالمزاج، أو بالعكس حالة همود
او حاله يعني تبلد بالوجدان، ففي تغيرات سلوكيه ممكن ان تلاحظوا هون، وهي يعني هي بتكون واحده من الامور اللي بتفرقها عند النسيان اللي بيكون بشكل طبيعي عند الكبار بالعمر. في نسيان طبيعي ولكن هذا النسيان ما عم بيترقى، موقف عند حد معين وغير مترافق باعراض اخرى. لا، في امور بتميز انه هي المرحله الاولى من الزهايمر، اولا الترقي انه عم تزيد مع الايام والشهور. النقطه الثانيه في تغيرات سلوكيه. النقطه الثالثه في كتير عرض مميز بهي المرحله بنسميه ملء الفجوات او التخريف، يلي هو الشخص بالمرحلة الأولى هي المرحلة الوحيدة يلي بيكون واعي لحاله فيها أنه بلش يفقد شيء معين، بلش تتراجع وظائفه، وظائف الذاكرة بدأت تتراجع، فبيحاول ليغطي هذا الموضوع يملأ الأحاديث بفجوات بسيطة، يعني حديث عم بيذكره فهو ما عم بيتذكر كل التفاصيل، وهو واعي أنه لساته بالمرحلة الأولى واعي أنه ما عم يقدر يستذكر كل التفاصيل، فهرب من هي الوصمة أو هرب من هذا الحرج اللي ممكن يقع فيه، ببلش يملأه بفجوات وأحداث ما عم تحدث أبداً. فهذا كمان إحدى الأعراض المميزة للمرحلة الأولى اللي بسموها التخريف. الشخص واعي لحاله انه عم بيفقد شيء فبيحاول يغطيه دائما بملء الفجوات وابتداء يعني طيب دكتور تفاصيل جديده غير موجوده. هي ما بتتنقذ هي الحاله يعني تماما. حاله الزهايمر انه نحن ما فينا بعمر الأربعين عمر الخمسين ناخذ شيء دواء لحتى يقينا انه نحن نوصل لمرحله من الزهايمر، وخاصه انه كلنا مرقنا عم نمرق بضغوطات عن جد يعني بعمر صغير صحيح. عم ياثر هذا الشيء علينا. هذا الشيء لانه مرتبط بتغير نسيجي بالدماغ، وهذا التغير لا يظهر الا في مراحل متقدمه، فصعب اولا التنبؤ باضطراب الزهايمر هي بالدرجه الاولى، وثانيا لحد الان تفسير 100% يعني 100% او تفسير قطعي لاضطراب الزهايمر لا يوجد، فبالتالي اي دواء يمكن يعني يجب ان يؤخذ يجب ان يكون مبني على نظريه علميه محدده. كل النظريات حاليا تبحث، حتى اذا بدنا نحكي عن العلاجات يمكن بعد شوي في علاج تم من منظمه الصحه العالميه ومنظمه الغذاء والدواء، تم النقاش فيه لمدة سنة ونص، كل مرة تم التأجيل التصويت عليه لإجراء مزيد من الأبحاث لأنه لحد الآن الآلية غير واضحة. إنما ربما في توصيات عامة ممكن إلى حد ما يكون لها دور بالوقاية، وفيما لو حدث مو الوقاية النهائية، بقصد الوقاية من تدهور السريع للأعراض، هي خلينا نسميها مو الوقاية من حدوث الاضطراب، وإنما الوقاية من الحدوث تدهور السريع للأعراض. حتى لهلا ما في دراسة إنه إذا في شيء مثلا بيكون وراثي ما؟ لا، هو الدور الوراثي موجود، ولكن الاكتشاف يعني دور الوراثة دائما اذا في حدا من العيلة القريبة جدا تمام. ما فينا ناخذ بروتكت لحتى ما تمام. هو يكون قد يكون مشعر، ولكن آلية يعني هو مورثة تم ربطها بوجود اضطراب الزهايمر، ولكن هي المورثة موجودة لا يمكن انه ازالتها تماما. أوكي. انما ممكن تعطيني مشعر انه ممكن انه يصير اصابة عند هذا الشخص بالعمر المتقدم تمام. فممكن المحافظة هون على توصيات عامة توقف تدهور المرض، ولا انه لا تمنع ابدا انه حدوث المرض تطور الحالة تماما، اللي هي التوصيات العامة، المحافظة على الدورة الدموية، مراقبة الضغط الشرياني، الوقاية، إجراء رياضة بشكل مستمر، تنشيط الدورة الدموية، في بعض الدراسات حول استخدام فيتامين A، حول استخدام دواء اسمه جينكو بيلوبا، كلها لها علاقة بتنشيط الدورة الدموية. هلا في فرضية معينة بتقول انه احدى يعني اسباب داء الزهايمر هو انه بروتينات معينة تدخل بتشكيل الخلايا العصبية تتفكك، تتوضع على مكان التواصل بين الخلايا العصبية، فبتعمل نوع من التفكك بالذاكرة والشخصية، تمنع هذا التواصل بالخلايا العصبية. فاللي بيصير بهي الحالة بأنه أي شخص عنده نشاط ذهني، يعني طبيعة عمله تتطلب نشاط ذهني مستمر، جسم بآلية فيزيولوجية بيطور مشابك عصبية أكثر بين الخلايا، فنحن فيما لو صارت الإصابة عدد المشابك الخلايا العصبية بيكون كتير كبير، فتدهور المرض أو ترقي المرض بيكون كتير مضبوط مقارنة بالأشخاص الطبيعيين. وفي دراسة مسجلة عنه الأشخاص طبيعة مهامهم تتطلب نوع من القراءة أو الكتابة أو إجراء مثلا مدرسي الرياضيات. القراءة دكتور إيه؟ ما بيساعدوا الذاكرة على التحفيز الدائم تماما يعني. هي الفكرة أنه بتشكل يعني عملية النشاط الذهني تحديدا لمهامهم تتطلب نشاط ذهني، مدرسين، الكتابة، القراءة، اللي بيعندوا نوع من التدقيق، اللي بيشتغلوا بمجال المعلوماتية، هدول بطبيعة الحال فيزيولوجيا الجسم اللي عنده نشاط ذهني زائد بيطور مشابك عصبية إضافية بين الخلايا، ففيما لو صار الاضطراب هدول بيكون عدد المشابك العصبية أكبر بكثير من الأشخاص الباقيين. فلنفترض أنه المشابك العصبية عم تتفكك فهي عددها أكبر، فبالتالي حيستغرق الاضطراب فيما لو حدث فترة أطول بكثير ليصل لمرحلة التدهور. بس نحن ما فينا نمنعه اليوم منعا نهائيا لا، إنما في دواء ظهر بإدارة الغذاء والدواء عطت الترخيص له اسمه أدوكانوماب، وهو عبارة عن دواء وريدي الضاد تحقن
لمهاجمه هذا التخرب اللي بيصير بالمشابك العصبيه قبل دكتور بتاخذ يعني هذا العلاج؟ لا هي الفكره تماما يؤخذ، ولكن ميزته هذا انه يوقف التدهور عند هذا الحد، يوقف التدهور المرض. تماما يوقف التدهور. تم الموافقه عليه بالشهر السادس 2021 وتم الموافقة عليه تجريبيا، يعني بمعنى هو قابل للدراسة. أصلا ما بنعرف كم سنة بيوقف التدهور. تماما قابل للدراسة لإعطاء الاستقوام النهائي والنتيجة القطعية. يختلف عن كل الأدوية التي تؤخذ لاضطراب الزهايمر أنه هو قادر لإيقاف تدهور الزهايمر عند حد معين، فيما لو اكتشف بفترة باكرة ممكن يساعد بشكل كتير كبير بإيقاف هذا التدهور عند هذا الحد. تمام. عم نحكي عن مراحل تطور المرض. بآخر مرحلة اليوم المريض شو ممكن يوصل؟ يعني وين ممكن تصل معه الحالة؟ وشفنا يعني بحياتنا الطبيعية في أشخاص نشوفهم، يعني شوف ناس تطلع من البيت بتضيع، ما بقى بتعرف تماماً ترجع تماماً. تنسى أشخاص الأسماء الأوجه، ما تماماً بقى تعرف مين هدول الأشخاص بحياتها تماماً. هو حتى عيلته تماماً. مثل ما ذكرنا بالمرحلة الأولى بدأ بالتفاصيل البسيطة، فهي بالمراحل المتقدمة تترقى، تبدأ المسمية الذاكرة البعيدة، يبدأ الشخص ينسى تفاصيل مرتبطة بعائلته بأسرته بالمدرسة اللي درس فيها بالبيئة التي نشأ فيها، يبدأ حتى المهام البسيطة يفقد القدرة على القيام بها، الذاكرة الحركية تلغى تماما، حتى حمل فنجان أو كأس يصبح غير قادر عليه، فتح باب غير قادر عليه، اللغة تتراجع جدا. شلون الطفل بيطور لغة تدريجيا لحتى يكتسب لغة كاملة؟ هون عندنا التراجع بالعكس، فيبدأ يستخدم مصطلحات لغوية بسيطة مثل كأنه طفل صغير بعمر سنة أو سنتين. اللي ذكرتي التفصيل اللي ذكرتي حضرتك شيء بنسميه التوهان المستمر، فيما لو ترك الباب مفتوح يخرج ولا يعرف اين، لا يعرف الاشخاص المحيطين، لا يعرف البيئه الموجوده، حتى في شيء يسمى الابحار الفراغي او التوهان الفراغي ضمن المنزل، فيما لو خرج من الغرفه لا يعرف، يعني لا ما عنده القدره انه يرجع لها. هي تقريبا بتكون بالمرحله الثانيه. بالمرحله النهائيه تترقى كل هي الاعراض تترقى بشكل نهائي، يسمى حتى مريض الزهايمر طريح الفراش، يبدا ينسى الوظائف الاساسيه البسيطه، ممكن يضع اللقمه في فمه وينسى كيفيه البلع لهي الدرجه، انفلات المسارات البوليه والبرازيه، القدره الحركيه تكون متدهوره تماما، حتى يسمى البيدريدن طريح الفراش. يعني غالبا هذا المريض بهاي المرحله بيكون بحاجه لعنايه تمريضيه خاصه، وغالبا هي تنتهي بالتدهور حتى طيب حتى الوفاة. دكتور بالدقايق الاخيره، ليش من قبل ما كنا نسمع انه زهايمر كنا نسمع خرف؟ تمام. انه الكبير مخرف، وكنا نسمع بعد التسعين وهذا الشيء كان كثير نادرا. هل هي ضغوط الحرب، ضغوط الحياه، الغذاء الغلط؟ وكمان ضمن السؤال بدي اسالك، مين الدكتور اللي بيشخص هالشيء؟ دكتور اعصاب ولا دكتور اختصاصي جراحه عصبيه ولا دكتور نفساني؟ تماما. هو يعني وارد ضمن الاضطرابات النفسيه، ولكن يعني هو صاير من الاضطرابات اللي سمات الاعراض النفسيه والعصبيه مشتركه، فطبيب العصبيه الاضطرابات العصبيه وطبيب الاضطرابات النفسيه قادر انه يشخصه، وتشخيصه بيتم طبعا بعده وسائل، ولكن الوسيله الاشع حاليا الموجوده هي عباره عن صوره المرنان تكشف التغيرات اللي بتصير بالدماغ، بصير في تقلص بالماده الدماغيه بالقشره الدماغيه، في تراجع بحجم الدماغ، في فجوات بنسميها البطينات بتتوسع، إضافة للقصة السريرية الأعراض المذكورة. وليش من قبل ما كنا نسمع؟ تماماً. هلا يمكن ما كنا يمكن ما كنا نسمع. هلا طبعاً في كتير عوامل يعني دائماً يعني قيد الدراسة. بعد التسعين لتقول إنه يه يمكن يخرف. ما كنا نسمع بالزهايمر. بالضبط. هلا هون بدنا نذكر نقطة، دائماً فكرة الخرف مختلفة شوي عن الزهايمر. كيف مختلفة؟ مية. الخرف هو تراجع بالذاكرة وتراجع يعني الصورة السريرية. مع الحفاظ على السلوك. تماماً الحفاظ تماماً على السلوك. هلا الزهايمر هو يعتبر 80% من مسببات الخرف، 80% من حالات الخرف هي بسبب داء الزهايمر. داء الخرف ممكن يصير بحالات كتير متعددة، ممكن انسمام بمواد عضوية، ممكن نتيجة اضطرابات بالدورة الدموية، ممكن نتيجة احتشاءات دماغية، ممكن نتيجة أمراض غدية، ممكن نتيجة أمراض عصبية، باركنسون، تصلب لويحي، فمسببات متعددة جدا 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 للخرف ككل. فشي طبيعي انه بهاي الفتره ايه هي في مسببات زادت، الاحتشاءات الدماغيه والقلبيه هي زادت، نمط الغذاء ونمط التغذيه ونمط الحياه هو عم بيصير للأسوأ. ضغوطات الحياه تماما هي. ضغوطات الحياه، اي اضطراب متعلق بالشرايين بالاوعيه، شخص تعرض مثلا اذيه قلبيه معينه، صمة دماغيه، صمة قلبيه، صمة رئويه، هي الاضطرابات يعني الحالات العضويه اللي عم تصير بشكل طبيعي نتيجه الاسترس ونتيجه الضغوطات ونتيجه يعني سوء النظام الحياتي اليومي، هي كلها مؤهبات لحاله من حالات الخرف بالضروره. فبالتاكيد في عوامل من عوامل المسببات هي عم تزيد وبالطراد كمان، اضافه الى نقطه مهمه، في كثير من الحالات يتم التحفظ عليها،
يعني دائما في نوع من الوصمة تلحق اضطراب الزهايمر، فبيتم إخفاء المريض أو بيتم عدم يعني مشاركة تفاصيله تماما. في نوع من الوصمة تلحق، أو أيام كتير بيصير حالة الوفاة كونه مرض اضطراب الزهايمر بيصير بأعراض بعمر متقدم. فنحن وسط الأعمار عنا عم بيكون 70 لـ 75، هي الحالة الطبيعية. ممكن الشخص يكون ببداية مراحل الزهايمر وتحصل الوفاة وما تكتشف الـ 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 هي تماماً وفاة بأسباب متعددة مثل أي أسباب بتصير مع أي مع أي مريض أو أي اضطراب آخر. دكتور منتشكر حضورك لليوم ولكن المعلومات أكيد نتمنى الصحة والسلامة للجميع، ويكون هالضغوطات اللي عم تمر علينا ما تسبب لأن لا زهايمر ولا الخرف. شكرا دكتور أنس دالي اختصاصي أمراض نفسية. شكرا. ميرسي كتير لك دكتور أنس، أهلا وسهلا فيك.